الشكل المقترح لامتحان العربي تالتة ثانوي 2023 هيكونوا متقسمين ل60 سؤال عليهم 80 درجة، وال60 سؤال هينقسموا إلى 56 سؤال اختر وأربع أسئلة فقط أسئلة مقالية. ال56 سؤال اختر هينقسموا إلى 44 سؤال عليهم درجة واحدة بس، و12 سؤال عليهم درجتين. أما الأربع أسئلة المقالي فهينقسموا إلى سؤال واحد في التعبير هيكون عليه 6 درجات، وسؤال واحد على القصة هيكون عليه درجتين، وعندنا سؤالين كمان هيتقسموا على الفروع الأخرى هيكون عليهم درجتين، وبكده 60 سؤال ب80 درجة، 56 اختر وأربع أسئلة مقالي. الشكل المقترح لامتحان العربي تالتة ثانوي 2023 هيكونوا متقسمين ل60 سؤال عليهم 80 درجة، وال60 سؤال هينقسموا إلى 56 سؤال اختر وأربع أسئلة فقط أسئلة مقالية. ال56 سؤال اختر هينقسموا إلى 44 سؤال عليهم درجة واحدة بس، و12 سؤال عليهم درجتين. أما الأربع أسئلة المقالي فهينقسموا إلى سؤال واحد في التعبير هيكون عليه 6 درجات، وسؤال واحد على القصة هيكون عليه درجتين، وعندنا سؤالين كمان هيتقسموا على الفروع الأخرى هيكون عليهم درجتين، وبكده 60 سؤال ب80 درجة، 56 اختر وأربع أسئلة مقالي.